عندنا بصل اخضر وكاجو سمسم فول سوداني متحمص من غير مكسرات بس هو بليق معها قوي اللي تبقى فيها نص. فحنقلب الخضار هذه يعني من للامهات المشغولين للناس اللي بتحب الاكل الصيني. هتجيبوا الحله تقلبوا بصل وفلفل الوان والجزر، يبقى الجمبري جاهز مقلي والصوص سواء انتوا عملتوه او قبلها او ساعتها او شارينه من السوبر ماركت جنبكم. الوان الاكل الاسيوي دايما فريش كده ومفرحه ومليانه خضار مختلفه، والفكره فين انه كل ما يبقى الدايت بتاعنا او الدايت بمعنى مثل الدايت اللي عشان نخس الدايت اللي هو نظامنا الغذائي بشكل عام يبقى مليان الوان، بالسلطه الحلوه اللي بناكلها اللي فيها كل الالوان دايما نحرص انه يبقى كل الالوان موجوده. ده دليل على وجود فوائد كتير لينا، يعني الخضار هي مصدر الالوان في الاكل، فبالتالي احنا متاكدين ان اكلنا كميه من الخضار والالياف وكلنا انواع من الفيتامينات المختلفه. وعايزه اقول لكم سر عن الفلفل الرومي، تعرفوا انه الفلفل الرومي مصدر مهم جدا للفيتامين سي؟ احنا رابطين يمكن في دماغنا الفيتامين سي بالمزازه في الطعم، صح؟ يعني كنترول لما نقول حاجه مززه او سيترس او الحمضيات هي اللي على طول بنربطها بانها احتوائها على الفيتامين سي، فيتامين سي. بس البقدونس غني جدا بالفيتامين سي، الفلفل غني اللي هو الرومي مليان فيتامين سي، ففي مصادر كثيره للفيتامينات غير اللي احنا متعودين عليها. انا بشوحه بس عشان اتاكد انه خد بس كده تحميره حلوه الاول. دلوقتي هنقوم حاطين عليه الصوص، نحط السوربوت ولا نحط اللي احنا عاملينه اللي شارينه من السوبر ماركت اللي احنا عاملينه؟ ده يكسب. هنحط الصوص بس بسهوله. الصوص هو الوصفه اللي اختصرت علينا كل حاجه، النكهه بتاعت المطاعم واحلى، وصدقوني بالمطاعم يعني ما بتبقاش جوده الحاجات زي اللي احنا بنعملها في البيت، وكفايه انه احنا عاملينه كده بمزاج، ما حدش هيقوم يعمل الصوص ده الا حد بيحب الطبخ. فبصوا خضار كده تتقلب اهي، خليها بس تستوي سنه تطرى سنه جوه الصوص. عايزه ادوق الصوص، انا ما دقتش ظبطه الملح فيه، شايفين قوامه رائع بيرفكت، معلقتين نشا مش كبار كمان، مظبوط جدا. واللي بيقلقوا انه حراق، وجود البرتقال وجود العسل بيظبط بيعمل البالانس. الاكل الاسيوي اصلا متوازن، ده سره، توازن الملح يعني قد ايه حادق قد ايه مزز قد ايه مسكر مع النكهات الجنزبيل والثوم اللي بيدخلوها معاه، هو ده الاكل الاسيوي شطرته انه يبقى موزون. واغلب المرات اللي بجيبه بصراحه او بروح اكل في مطاعم بلاقيه يا اما سكر قوي حادق قوي، بالذات بيتقلوا ايدهم بالصويا.